الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. مين هنا الحكمة بقى؟ الحكمة تنادي. الحكمة في سفر الأمثال أحيانا تبقى مجرد صفة واضحة إنك تتحول إلى حكيم، لكن أحيانا يبقى الكلام بشكل أعمق إن الحكمة دي ربنا، لأنه بيتكلم. ما هي لو صفة تتكلم تبقى مجازية شوي، لكن الحكمة تنادي، يعني أقنوم الحكمة، يعني مصدر كل حكمة، يعني المسخر في كل كنوز الحكمة والعلم، تعبير العهد الجديد. ربنا يسوع بينادي على فكرة، يعني ربنا بيوشوشكوا كلكوا يومين، يا ابني خلي بالك. في الوقت اللي الشيطان بيتملقك بيبقى في صوت تاني بيقول لك يا حبيبي خلي بالك، افتكر يا ابني، اهرب يا حبيبي. إذن الحكمة تنادي، لأن الواحد ممكن يقول معنى كده إن صوت الشر أعلى، لا، في صوت شر وفي صوت خير، في تملق من الخطى، لكن كمان الحكمة مش ساكتة، ما هي بتنادي. بس شوف أنت بتظبط الموجة على إيه، بتدي ودنك لإيه. وكلكم قبل ما بتغلطوا وأنا معاكم، أحيانا يكون في صوتين، مش كده؟ صوت بيزق حتة غلط وصوت حتة صح، وبعدين للأسف أنت تستسلم للصوت الغلط، وبعد شوية ترجع تقول يا ريتني خدت بالي وسمعت الصوت التاني. إذن الحكمة تنادي، وتنادي يعني بتصرخ، يعني صوتها مش واطي صدقوني، لأن ربنا بيتكلم حتى من قلبنا ومن حوالينا. عشان كده قبل ما بيقول بتقول إيه، قال دي بتنادي في كل حتة، تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. يعني ايه في الشوارع تعطي صوتها؟ يعني وانت ماشي الحكمة عمالة تتكلم. صدقوني اللي يمشي نص ساعة في الشارع يتعلم الحكمة، الناس دي عاملة كده ليه؟ ومتنرفزين ليه؟ وبياكلوا بعض ليه؟ وبيجروا زيادة ليه؟ وبيتخانقوا طول النهار ليه؟ والعيال دي مهملة ليه؟ والكبار الأفاضل مهملين ليه؟ والخير مركون والشر صوته الحكمة بتنادي حتى في الشوارع، لأنك ممكن تلاقي موقف حلو في الشارع تتعلم منه حكمة، وممكن تشوف في الشارع موقف وحش تتعلم منه حكمة. أنت بتلاقي في لحظة عربية خبطت واحد وانتهى، هي دي مش حكمة في الشارع؟ أنك أنت في لحظة ممكن تمشي. إذن الحكمة تنادي في الشوارع. أنت بتفاجأ كل يوم بمفاجآت في الشوارع، عشان الحكمة مش راضية تسكت، عمالة تنبهنا يا جماعة خلي بالكم، العمر قصير، ربنا هو الصح، الدنيا مليانة شر، اهربوا لحياتكم، حبوا بعض. الحكمة تنادي.